مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياك طريقه تحضير حلى المارس. عندنا 300 ملي دبل كريم، علبه قشطه، ملعقتين طعم نوتيلا، وبدي استعمل بعض نوتيلا. عندنا كوب حليب، بسكويت ومارس. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بدوب النوتيلا. بس دوبت النوتيلا بهيدا الشكل، هلا بخلطهم مع القشطه. بس خلطن وصاروا بهيدا الشكل، هلا منحطن على جنب. هلا عندي الصينية بغط بقلب البسكوت بهيدا الشكل. وبصفن بالصينية. بعد ما صفينا البسكوت بهيدي الطريقة، هلا منحط نوتيلا وقشطة. بمدن على البسكوت، كمان بغط بسكوت بالحليب، نفس الشي بصفوا على النوتيلا والقشطة بهيدا الشكل. هلا بحطهم على جنب لنبلش بالخلطة التانية. بحط الكريم بيجات، كمان بدي استعمل ملعقة طعام نوتيلا. دوب النوتيلا بالميكروويف. بس دوبت النوتيلا بهيدا الشكل، هلا بحط النوتيلا فوق الدبل كريم. بهيدي الطريقة بخفقن مع بعض. بسم الله. انتهينا من الخفق، صاروا بهيدا الشكل. هلا بحط على البسكوت من النوتيلا والدبل كريم بهيدا الشكل، بحطن على جنب. بدي ذوب انا وياكم شوكولا مارس. ذوب الشوكولا المارس. بس دوبت المارس بهيدا الشكل، هلا بحطهم على الكريمة. بغطى بالحليب. بس حطينا طبقة من البسكويت، هلا كمان بدنا ندوب نرجع مارس. وبحط فوق المارس من الحليب حوالي 4 معالق طعام حليب. بهيدا الشكل. هلا بدوبهم مع بعض بالميكروويف. بس دوبت المارس بهيدا الشكل صاروا. هلا بحط ملعقة صغيرة نوتيلا فوقن بهيدا الشكل، وبحركن كمان مع بعض. بعد ما حركتن مع بعض وصاروا بهيدا الشكل، هلا برشهم على البسكويت. بسم الله. هلا بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطن بالبراد. هيدي الحلوة بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعتين. لنكفي الطريقة مع بعض، بدي اعمل انا وياكم وايت شوكليت جناش وشوكليت جناش عادي. عنا 50 جرام شوكولا بيضة، ملعقة طعام حليب، نص ملعقة صغيرة زبدة. كمان عنا شوكولا 50 جرام، نص ملعقة صغيرة زبدة، وملعقة طعام حليب. بحط الحليب فوق الشوكولا وكمان الزبدة. دوبن مع بعض بالميكروويف. كمان بحط الزبدة فوق الشوكولا البيضة، وبحط الحليب وبدوبهم بالميكروويف. هادي الشوكولا البيضة بعد ما خلطتها وصارت بهيدا الشكل. بحط الشوكولا بقلب الورقة.
بعد ما عبينا الشوكولا بورقة الزبدة لنبلش مع بعض نحط عصينية الحلو. بسم الله. كمان نفس الشي دوبت الشوكولا، هلا منحطهم بورقة زبدة ومنحطهم على الوجه. هلا بحطها بالبراد حوالي 10 دقايق لتجمد الشوكولا اللي على الوجه. بعد ما جمد الشوكولا على الوجه هلا لنشوف مع بعض كيف طلع حلو المارس. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو المارس اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.